اليوم المؤسسة كباقي المؤسسات تعرف استئناف برنامج الزيارة العائلية الذي دام زهاء توقفت لمدة 3 أشهر ونصف جراء جائحة كورونا كوفيد 19. طبعا هذا الإجراء تجي في إطار الحرص على استمرارية المرفق وكذلك تنفيذ ومواصلة البرامج وكذلك الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المعمول بها وفق دوريات المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. طبعا تم اتخاذ جملة من الترتيبات والإجراءات من قبل إعداد واحد البرنامج الشهري يتوزع على أيام الشهر بمعدل زائر لكل سجين ومرة واحدة في الشهر مع مدة اللي مسموح بها في الزيارة 15 دقيقة. طبعا الهدف من ذلك هو تفادي الازدحام داخل مدخل المؤسسة من طرف الزوار وكذلك احترام الإجراءات الوقائية من خلال التباعد الاجتماعي والفردي داخل قاعة الزيارة لاحترام التدابير والإجراءات الوقائية اللي بين الموظفين والزوار والسجناء، كذلك اتخاذ وإعمال جملة من الإجراءات الصحية والاحترازية لفائدة الزوار من قبل قياس درجات الحرارة والتأكد من مدى ارتداء الكمامة الطبية والتباعد الاجتماعي والتعقيم عبر التشوير المعمول به داخل المؤسسة من طرف طاقم المجموعة من الموظفين الذين يعملون على تدبير هذه العملية. الهدف من ذلك هو استمرارية المرفق بعد رفع الحجر الصحي على المستوى الوطني، وكذلك الهدف الأسمى هو تحسين السكنة السجنية والفضاء السجني والعاملين به بما فيهم موظفين ومرتفقين زائرين وسجناء المؤسسة لحفاظ وضمان سلامة الجميع في إطار هذه المنظومة السجنية.